معانا على التليفون سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا سيادة السفير. أهلا يوسف بي، أهلا وسهلا يا فندم. سيادة السفير، كيف ترى زيارة الأمير القطري إلى القاهرة وشكل التعاون القائم ما بين البلدين، خصوصا مش بس في المجالات الاستثمارية ولكن أو التعاون الاقتصادي، ولكن في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب؟ يعني أنا أعتقد حضرتك أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير تميم أمير دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر بتفتح صفحة جديدة كلية في مسار العلاقات المصرية القطرية. هذه الزيارة وضعت خطة واضحة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل. عظيم. وكافة القضايا التي نوقشت في القمة المصرية القطرية صباح اليوم كلها تتعلق بالمستقبل، سواء مستقبل العلاقات المصرية القطرية في كافة المجالات أو العمل العربي المشترك والتنسيق بين الدول العربية أو كيفية التعاون فيما بين الدول العربية لمواجهة التغيرات الدولية، وبصفة خاصة الآثار السلبية أو التداعيات السلبية على الدول العربية المترتبة على المواجهة الغربية الروسية في أوكرانيا والتي تجسدها الحرب الأوكرانية. البيان المشترك الذي صدر عن القمة المصرية القطرية اليوم بيان شامل في مضامينه وعميق في معانيه، وبيعكس في تقدير المتواضع إرادة سياسية واضحة من جانب كل من القيادة السياسية في مصر والقيادة السياسية في قطر على تقوية وتوطيد العلاقات المصرية القطرية في كافة المجالات. هذه الزيارة تأتي في إطار مجموعة من الزيارات الهامة التي استضافتها مصر خلال الأسبوع الماضي، وشهدت فيها عدة قمم: القمة البحرينية، ثم القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، ثم زيارة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ثم زيارة سمو الأمير تميم أمير دولة قطر. كل هذه المشاورات رفيعة المستوى التي استضافتها القاهرة كانت ترمي إلى تهيئة وإلى صياغة موقف عربي مشترك يتوجه به الزعماء العرب، القادة العرب الذين تم دعوتهم لحضور القمة العربية الخليجية الأمريكية التي ستستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 16 يوليو القادم، بناء على دعوة كريمة من المملكة العربية السعودية بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي. وهذه قمة تضم 9 دول عربية، 6 دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، و3 دول مصر والأردن والعراق. سيجلس الزعماء والقادة العرب أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول قمة عربية أمريكية منذ أن تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان رسمي في 14 يونيو الجاري عن الأجندة الأمريكية أمام هذه القمة الفريدة، ومن بينها قضايا هامة
تمس المصالح والحقوق العربية. والملاحظة على هذا البيان الرسمي إنه لم يتضمن أي إشارات واضحة إلى القضية الفلسطينية، بل إنه مقابل ذلك تحدث عن أن الرئيس الأمريكي سيبحث مع الزعماء والقادة العرب، سيبحث معه ما يسمونه في الولايات المتحدة الأمريكية الاندماج الإقليمي. والاندماج الإقليمي، تعبير الاندماج الإقليمي، حتى تم استخدام كلمة to expand، توسيع الاندماج الإقليمي. المقصود به، المقصود بهذا التعبير، هو المزيد من الاندماج لإسرائيل في المنظومة العربية أو في المنظومة الشرق أوسطية لو صح الكلام، ولا بس ممكن العربية؟ ممكن حضرتك برضو نقول شرق أوسطية، لكن كما تعلم حضرتك أن الاتفاقيات الإبراهيمية شملت المشرق وشملت المغرب العربي. لكن عموما حضرتك، من الأهمية بمكان، وهنا تأتي أهمية هذه المشاورات العربية رفيعة المستوى التي شاهدناها وتابعناها كلنا بكل اهتمام وتقدير في مصر خلال الأيام القليلة الماضية. تبرز أهمية بلورة أجندة عربية لتكون محل نقاش مع الرئيس الأمريكي. طيب سيد سفير، هنا عندي سؤال. بس اسمح لي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. أخطر ما جاء في البيان الرسمي الأمريكي. أخطر ما جاء في البيان الرسمي الأمريكي الفقرة الأخيرة فيه، والفقرة الأخيرة فيه أشارت بوضوح لا لبس فيه أن الرئيس الأمريكي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور هذه القمة الفريدة في إطار الجهود وفي إطار الاستراتيجية الكونية الأمريكية في لإقامة تحالفات على امتداد العالم. وهنا أتصور وأعتقد وكل ثقة أن الزعماء والقادة العرب خلال قمتهم مع الرئيس الأمريكي سيؤكدون مجددا على استقلال القرار العربي. هايل. وإن الدول العربية حريصة كل الحرص على إقامة علاقات جيدة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل بين القوى الدولية، ولا شأن لها من قريب أو من بعيد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا شأن لها بالصراعات الحالية بين القوى الكبرى. وهنا يأتي أو تأتي الحرب الأوكرانية. كويس. الدول العربية ليست طرفا في هذه الحرب، والدول العربية ليست طرفا في المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي وروسيا. هذه هي المعاني التي أثق كل الثقة إن الدول العربية التي ستشارك في قمة جدة في الشهر المقبل ستؤكد عليها. ويلاحظ وأخيرا وليس بآخر، يلاحظ إن كل البيانات التي صدرت عن هذه القمم الهامة التي استضافتها جمهورية مصر العربية مؤخرا إنها ترحب بهذه القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. زيارة الأمير، سمو الأمير تميم، بتأتي في هذا الإطار الاستراتيجي الأوسع. هايل. طبعا كما تفضلت وأشرت حضرتك، كان في نصيب كبير في القمة المصرية القطرية للعلاقات الثنائية. طبعا. وواضح من المباحثات إن هناك إرادة مشتركة لتعظيم هذه العلاقات خدمة لمصالح الشعبين المصري والقطري،
وبصفة شخصية بحتة أشعر بسعادة بالغة بوجود سمو الأمير تميم في وطنه الثاني مصر، لأنه العلاقات المصرية القطرية في صورتها الجديدة وهي بتعمل على صياغة مستقبل أرحب لتلك العلاقات بتصب لصالح أولا العمل العربي المشترك طبعا، وثانيا لتقوية العلاقات المصرية الخليجية، وثالثا هي إسهاما كبيرا في الأمن القومي العربي. أنا كنت عايز نقعد نتكلم كلام كتير يا سعادة السفير، بس أنا عارف إنه على التليفون فيه يعني إيه بتبقى دايماً الأمور مش ظابطة، فأنا أستأذن في إنه يعني وقت ما حضرتك يسمح تنورنا داخل الاستوديو، لأن أنا عندي أسئلة كتير جداً جداً، وكما تعلم أنا أحب دايماً إن إحنا نلتقي على مائدة الحوار حتى نستزيد من كلام حضرتك سعادة السفير. يسعدني يا يوسف بيه، يسعدني، وفي أي وقت حضرتك نتشرف. في أي وقت أنا تحت أمرك. لا يا فندم، إحنا نتشرف كل الشكر لسيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.